فالحقيقه انا بس حبيت اتكلم مع حضراتكم في نقطه مش هطول فيها كتير، لانه في النهايه الموضوع في ايدي انا كنادي اهلي، الموضوع في ايدي انا كلاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. بالمناسبه ناس كتير قوي بتقول لي مبروك، انا بقول لهم لا مش مبروك، انا اسف ان انا بقول هذا الكلام. بكره عندنا اهم مباراه، اهم واصعب مباراه في الدوري العام المصري. بكره الساعه 8 اللعيبه لازم تركز، تبقى مركزه 200% مش 100%. اللعيبه اللي هتلعب في الماتش ده ال11 اللي هيلعبوا، اي اسماء تلعب بالمناسبه انا مش فارق معايا مين، ولكن اللعيبه اللي هيختارها مارتن لاسارتي هقول لكم دلوقتي على قائمه النادي الاهلي، ولكن اللعيبه اللي هيختارها مارتن لاسارتي عشان يبدا بيهم المباراه لازم يبقوا مركزين 100% جوه الملعب، لازم يبقوا عارفين ان الدوري لسه لم ينتهي، لازم يبقوا عارفين ان الدوري قدامه 90 دقيقه من الكفاح الشديد جدا جدا عشان تقدر تكسب نادي المقاولين العرب لو قدرت تكسبه. وبالمناسبه هم مش 90 بالنسبه لنا احنا، بقى هم مش 90 بالنسبه لنا، حتى لو كسبنا مباراه بكره بالنسبه لنا هم 180 دقيقه. فاللي انا بقوله لحضراتكم، واتمنى ان يكون المسج ده وصل للاعيبه او الرساله دي وصلت للاعبين، وانا وصلناها للاعيبه، وصلناها قلنا لهم ان مباراه بكره. والكابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه اتكلم كتير قوي خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا مع معظم اللاعبين على انفراد وفي اجتماعات، هناك اجتماعات بشكل مستمر، ان المباراة او ان النادي الاهلي ما خدش الدوري الا لو كسب بكرة، لو لا قدر الله اتغلب او اتعادل لسه في مباراة تانية نقدر نكسبها ونقدر ناخد الدوري من خلالها، ولكن تركيز بكرة على 90 دقيقة، تركيز بكرة على ان احنا مش هنبص ورانا، مش هنبص مين اتعادل مع مين، لا احنا متفقين. وقلت لحضراتكم لو تفتكروا ان احنا فاضل لنا 8 مباريات كانت بدايتها مباراه المصري، لو تفتكروا وقعت مننا بس مباراه الاسماعيلي والتعادل بتاع الاسماعيلي، ولكن الناس بتديك هدايا، تقول لهم لا، الناس بتديك بتقول لك اتفضل، وانت كنادي اهلي الموضوع في ايدك، الموضوع كان في ايدك حتى بعد تعادل النادي الاسماعيلي، ومع ذلك الناس بتدي لك كده، ده خلاص اوكي انا ما عنديش مشكله. وخدوا بالكم يعني احنا لعبنا فترات طويله في النادي الاهلي، لكن عمرنا ما واحنا نازلين مباراه او عمر ما حد بيلعب في النادي الاهلي كان نازل مباراه وبيفكر في مين كسب مين او مين اتعادل مع مين، وانا لو اتعادلت هكسب المباراه اللي جايه، عمرنا ما كنا بنفكر كده. ما بنفكرش غير بطريقه واحده وباسلوب واحد، ده صعب وبيضغط على اللاعبين جدا وبيضغط على الجهاز الفني، ولكن هي ده النادي الاهلي، دي حياه النادي الاهلي، هي دي طريقه النادي الاهلي، ان احنا الفوز ثم الفوز ثم الفوز، او المركز الاول ثم المركز الاول ثم المركز الاول. التاني عندنا زي المركز ال15 اللي هو ما بينزلش، يعني ده التاني بالنسبه لنا احنا كأهلوية يعني. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم وأنا بطمنكم جدا إن اللعيبة كلها بكرة ما عندهاش غير تفكير واحد فقط وتركيز في شيء واحد فقط، وهو كيف يفوز النادي الأهلي في مباراة غدا. كل بقى الكلام اللي حوالين الموضوع والضغط اللي بيحصل من هنا والضغط اللي بيحصل من هنا وده بيعمل كذا وده بيقول كذا، كل ده كلام يعني أنا رديت عليه بكلمتين ان النادي الاهلي او النادي الاهلي لعب 71 كسب 49 واتعادل في 15 واتغلب في 7 مباريات طوال كام سنه بقى، عد بقى من 48 لغايه دلوقتي او منذ صعود نادي المقاولين العرب لغايه دلوقتي. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، وده الشيء الطبيعي بالمناسبه، وده اللي بيحصل. لعيبه النادي الاهلي غدا ان شاء الله، لعيبه النادي الاهلي لا نطلب منهم شيء الا التركيز في المباراه فقط بعيدا عن كل الكلام اللي بيتقال. ولو تاخدوا بال حضراتكم الفتره اللي فاتت الهدوء يسيطر على النادي الاهلي في كل شيء، في كل شيء، في صفقات، في كل شيء،